مرحبا بيك عبدو. اسكندر شكون معاك في سيدا الاستوديو؟ سي كريم سي وليد سي ولي الكل هنا. سيدا مرحبا بيك. يعيشك، مبروك علينا كريم خويا. ولدي مرحبا بيك، عايشك ووليد ولدي عايشك مرحبا بيك اخويا. عايش. مرحبا بيك. انا قلنا لها مقبله كان مفروض هو سي نبيل باش يكون بحذانا معناها اليوم. يا اخي هيك بحذانا بالتليفون. كل حاجه بالقدره اخويا، كل حاجه بالكتبه عبدو. عايشك بالف مبروك العوده نقولوا للترجي الرياضي التونسي سي نبيل. منعرفش من كيفاش بديت وكيفاش وفيت المفاوضات والاتصالات، خاطر في سرعه البرق نجم نقولوا البارح كنا سمعنا بصفه رسميه ولا حتى على مستوى البارح ال 11 نتاع الصباح نحكيو في حكايه اخرى حتى لاخر الوقت. دونك شنو اللي صار بين ليله البارح واليوم وكيفاش صارت المفاوضات مع اداره الترجي ورئيس الترجي حمدي المد؟ ما البارح ما نجمش نعرف شنو اللي صار بالضبط معناها مع سي حمدي والناس اللي معاه، لكن المفاوضات معناها ما طالتش برشا. كلمني سي حمدي توت سويت معناها جي اكسبتي، ما طالتش برشا. واحد كي داره متعيط له امه تعيط له يمشي يجري، ما فماش كلام هذا معناها. سي رضا يعرف رباني خاطر هو في الترجي يعرف الكلام هذا، دونك ما طولناش برشا، تفهمنا في تعفي ساعه تو تايتي معناها مي داكور والحمد لله، وان شاء الله نعاودوا يا ربي. الملحمه اللي عملناها اون 2011 اون 2013 تريبلي هيستوريك نتاع ليسبيرونس، وهذا نداء واجب، وهذا معناها شكر كبير على الثقه الكبيره نتاع اداره الترجي اولا والجماهير الكبيره اللي معناها هي اللي معناها دائما مسانده، وان شاء الله نقاوم باعداد وافره في المباراه القادمه. مازالونا ثلاث مباريات على شئين وفا الشامبيونان، ان شاء الله نكملوهم وترجي وتو البطل ان شاء الله. باش نرجعوا للتفاصيل باش نتعمقوا اكثر معك نبيل معلول في التجربه الجديده. قبل ما نخوك ويخلط التليفون نتاعك، كنت باش نسال رضا بوراوي انه الترجي اليوم يعرف الشامبيونز ليج، الترجي الخزائن نتاعو مليانه بالالقاب المحليه، اليوم الحديث عن اهداف أكبر وعلى تحديات أكبر خاصة على مستوى القاري. نبيل وانت تتبع بالقداء التطورات اللي موجودة على مستوى القاري، الزعامة ما عادش مصرية، اليوم فما المغرب بقوة، فما الجزائر جاية، فما جنوب إفريقيا، يعني اليوم اللعبة كبيرة في الأفريق، والترجي خدمته الكبيرة والشغل الكبير على مستوى النجاح القاري والمشيان وتمشي ويرجع يمشي كأس العالم للأندية. بدون أدنى شك عبدو، تعرف أنت إدارة الترجي أو رن وجماهير الترجي أول حاجة تطالب بها المدرب والإطار الفني هي تشامبيونز ليج. معناها الترجي ممكن ياخو كوب وشامبيونات دوبلي، إذا كان ما كنتش معها تشامبيونز ليج يكون معناها موسم شبه معناها ناقص بالنسبة لجماهير الترجية. طول المغاربة دخلوا بقوة، المسار ودخلوا بقوة، الجيرية ما تنساش عبدو أيضا فما عودة للفرق الجيرية اللي عايدة بقوة، وإن شاء الله لما لا معناها بعض الأندية الأخرى التونسية معناها تكون موجودة مع الترجي، لأن يعني الترجي الريالي تقريبا بقى الفريق الوحيد في تونس اللي موجود كل عام في الشامبيونز ليج، في الدومي فينال، في الكارد فينال، في الفينال. وفي تونس هنا بزوان باش الفرق الأخرى معناها نادي إفريقي ونجم الساحلي ونادي الساحلي يكونوا موجودين باش يعاونوا كرة القدم التونسية ويعاونوا معناها مثل الجزيرية، مثل وجود توا المغاربة، مثل وجود توا أنت كي تشوف معناها مصر بدات بجوز فرق، المغرب بدات بجوز فرق، الجزائر بدات بجوز فرق، الا تونس فقط معناها فما فريق خرجنا من الادوار الاقصائيه الاولى، وهذه عندها برشا عوام معناها تحس انه فما شويه وخروا الفرق التونسيه بارافور للشامبيونز ليج مع دار الترجي. يعني الترجي لازم دائما يكون هو اللوكوموتيف نتاع الفرق الاخرى في المشاركات نتاع الشامبيونز ليج. نحاول ندخل معك شويه في بعض التفاصيل والاتفاق مع الترجي الرياضي التونسي سي نبيل، وخاصه انه احنا كنا نحكيوا لهنا قبيله في البلاتو ان المدرب القادم في الترجي الرياضي التونسي يلزمه جروب ملاعبيه دو كاليتي. اليوم الترجي الرياضي التونسي حسب تقييمك انت للجروب الموجود المجموعه الحاليه كيفاش تقيمه، ولا زاد هل تم تطرق الى موضوع الانتدابات ولا المراكز اللي لازم يتم تدعيمها في الفتره المقبله مع رئيس النادي ولا لا؟ تمام، ما شاء الله عليكم، انت صحافي شاطر انت وعبد الكل ما شاء الله عليكم. اودا فما فون دو فرنس، ما نحبش نحرق الفون دو فرنس، انتم تعرفوا. لا ما تحرقش، احنا جوست عطينا فكره وبعد تحرق في عقلك. فايتر معناها ديسكوتي ان شاء الله في الفون دو فرنس، الشيء اللي دار كل بيني ما بين سي حمدي واللي كانوا متواجدين وبيني انا، ان شاء الله غدوه الكل تعرفوه بالتفاصيل. نعرفوك نبيل تخدم بالستاف نتاعك بالليكيب نتاعك نفس ليكيب. مسيرش عطينا حتى هكا شوية. تعرفش كنت ضحكني نبيل، تعرفش كنت ضحكني يا نبيل، تعرفش كنت ضحكني رضا.
خساره ما ليتوش خساره ما ليتوش غدوه ان شاء الله تعرفوا كل شيء. مي كمان معناها الستاف اللي موجود تو في الترجي باش يقعد هو بيدو معناها باش نكملوا به سيزون خاطر ناس معناها تخدم نحب حاجه معناها فكرت انت في الطاقم شكر كبير معناها للراضي جعايدي على الخدمه اللي عملها في الترجي الراضي التونسي من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ما لم يصب فله اجر واحد دونك هذيك الكره سي 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 الفوتبول ان شاء الله دوت اكسبيريونس بور راضي جعايدي انا جو سوي سور كيل فا معناها فير اون كارير اكسيبسيونيل اون طون كونترونور كيما عملها اون طون كو جوار وننتظر منه انه باش يعمل ان شاء الله كارير كبيره. شكر كبير ليه مره اخرى والستاف اللي معاه باش يقعد معايا ان شاء الله يكمل السيزون. بسؤال ما يشدش 20 ثانيه نتصور وقتاش يبدا نبيل معلول الخدمه بصفه رسميه او الحصه التدريبيه او المصافحه مع اللاعبيه وجماهير الترجي؟ غدوه ان شاء الله باذن الله. لا شيء بعد كونفيرونس دو بريس والله ما زلنا ما حددناش بالضبط صدقني كان الوقت واضح جدا. نبيل بعد اذنك باش نحل معك نقاش فني مع الخبراء نتاعنا رضا كريم وليد. تفضل وي رضا. نبيل بارك الله فيك ساعة على الشيء اللي سمعناه منك وانت ما هي لك الا ولد الترجي الرياضي. بقى انا بالنسبه لي انا ساعتين قبل ما نوصل ونحكي على الانتدابات والشامبيونز ليغ يفوا يتر شامبيون او مينيموم لا دوزيام بلاس. هذه اول لوبجيكتيف نتاعك نقول لك ان شاء الله بالتوفيق. انت عندك لوبجيكتيف الاولاني هي الشامبيون نتاع السنه تاع لي 3 ماتش اللي هي نسميها توت اون سيزون باش تلعب في لي 3 ماتش هذوما ونتمنى لك التوفيق والنجاح. وبعداش نحكي بتحكي مع سي حمدي ومع الاداره على الانتدابات. عندي ثقه في عينك الفنيه في اختياراتك الفنيه تعرف الترجي من قريب ومن بعيد ماذا يحتاج الترجي الرياضي ليكون من ضمن النوادي التونسيه على المستوى الافريقي زي ما تفضلت انت وقلت وان الترجي الرياضي ما عادش مقتنع بالبطوله التونسيه بركه ولا الكوب اهداف كبيره وهذه النوادي ونتمنى للنجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي الاندي هذه كما تفضلت وقلت علاش لا ما نوليوش عندنا اهلي وزمالك كل عام علاش لا ما عندناش الرجاء والوداد كل عام يشاركوا. لا احنا خير من الوداد وخير من الرجاء احنا خير لك من تشارك حتى على مستوى التاريخ علاش ما يوليوش نحكي ولا وقع فهمت علي ولا لا تفضل خويا. C'est une bonne question et une bonne constatation. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un aspect de l'éclame qui كنت نقول فيه عمل كبير فما حاجه بركه بتاتر ما نوافقكش عليها سيدي ذا خاطر انت تعرف احنا في الاسبرانس ديما نحبوا نربحوا ديما نحبوا البطولات ديما نحبوا التيتروات pour nous la deuxième place c'est toujours être premier ou rien معناها نحاولوا باذن الله c'est vrai que la deuxième place عندها قيمه كبيره بالنسبه لكن جماهير الترجي ما ترضاش مع رو بالهذيه معناها وسي حمدي واداره الترجي ما اولا معناها نوتر برومي اوبجيكتيف سي ديتر شامبيون بعد تو سا لي ريكروتمون تا اون اوغال تون كيما قلت انت اول حاجه كي بريمورديال تنحضروا ثلاثه ماتشات هذوما خاطر صعاب الديربي كلاسيكو ومن بعد مباراه اخرى ضد بنقردان يلزمنا نكونوا او توب نيفو يلزم نحاول نرموا معنويات اللاعبين نتاعنا بعد المباريات الاخيره خاصه معناها حملنف ومستير وستيف وفنت حاولوا نرموا معنويات اللاعبين نتاعنا نرجعوا لهم لو كو دو جوي سا سي تري امبورطون خاطر الاسبرانس عندها افكتيف براتيكمون احسن افكتيف موجود في تونس ان شاء الله ما عندناش وقت ما عندناش وقت مي انا ولد الجمعيه ولد الدار دونك ما نجمش نقول لا عدي ثلاثة ماتشات هذوما ومن بعد ناخذ الاسبرانس لا انا واجبي تتذكروا معناها اون 2011 خذيت الاسبرانس دو جور قبل الماتش دو ليتوال كلاسيكو في سوسه مالغري اللي خسرنا فيه من بعد هزينا ان تريبلي هيستوريك عملنا دوز داني اكسبشنال قعدنا عامين الترجي الرياضي التونسي الاول عربيا وافريقيا عمرها ما صارت على في تاريخ كره القدم التونسيه ربحنا كات تيتر سور 5 لعبناه في نار ان شاء الله بالخدمه والمثابره والثقه الكبيره اللي وضعها فيها سي الحمدي ان شاء الله شوفوا انه هو فيزاج دو ليسبيرونس باذن الله واحنا ثقتنا كبيره فيك كريم. الفيزاج اللي يحكي عليه نبيل هل اليوم انه هويه الفريق من هويه من 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 فلسفه المدرب ولا المدرب يلزم يسادابت على الجمعيه وتاريخها ولا في نبيل فما الهويه واللاعب والمدرب الكل مع بعضه؟ اول حاجه مش نقول لسي نبيل مبروك نقول له بالتوفيق. نتصور معناتها عنده كما كنا نتكلم عنده من خبرة ومن التجربة ومن المعرفة خاصة بالكرة القدم التونسية أو بالترجي الكثير واليوم الحقيقة معناتها فماش عديد الأسامي اللي نجم اليوم نتفقوا عليها اللي تنجم تكون معناتها موجودة في المكان اللي يخذها هو توا. المهمة أكيد لأي مدرب تكون صعبة لأنه انتظارات كبيرة للنادي
جماهير معناتها عندها ديما معناتها تحدي وطالب بالنتائج وطالب بالألقاب، وهذا يعرفه سي نبيل. انا حبيت نساله سؤال ولو نعرف الجواب نتاعو، نعرفوا اللي تروا ماتش معناتها من في الشامبيونا وما ينجمش يمثل الجروب اللي حاجته بيه في التروا ماتش، لكن كوميم اون جينيرال نجم نحكيو سي نبيل اسكو اليوم، وهذا تكلمت عليه، الترجي بالفريق هذا قادر باش يمشي لبعيد في افريقيا وحط في تونس ام لا؟ ترى اللي معناتها فين وين نجم الترجي يحسن معناتها خاصة على المستوى الهجومي اللي رينا معناتها عديد المشاكل طول الموسم معناتها، فبصفة عامة وين ترى معناتها التحسينات؟ التحسينات احنا ناخذ كريم ميرسي بوكو بوغ لا كيسيون، ناخذ ايتاب بار ايتاب. تو ايتاب الاولانيه سي غاني لو شامبيون ان شاء الله باذن الله، جو سوي تري اوبتيميست، نفرحوا الجماهير نتاع الترجي الرياضي التونسي. من بعد تو كومبليتمون ريزون، معناها يلزمنا رونفورسيو ليفيكتيف 4-5 جوار كما قال سي حمدي، بواد دو 3-4-5 جوار في دي كومبارتيمون اللي نعرفوهم احنا معناها مع الاداره نتاعنا. ان شاء الله وقت الترجي يكون قادر باش يلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ، لانه الترجي الرياضي معناها القدر نتاعو انه كل تيتر يلعب عليه لازم يفوز به ولا لازم يلعب الادوار الاولى. ساتي سي بريمورديال، مي كما قلت انت صحيح سكو تو هادي هي مهمة صعيبة، باش نحاول نبني على البوزيتيف اللي عملوا رادي، خاطر يا بوكو بوزيتيف مالغري سكون دي، فما برشا حاجات إيجابية عملهم رادي والستاف نتاعو، فما حاجات نيجاتيف، وهذا كل مدرب معناها لازم يعمل حاجات نيجاتيف ولا يتعدى بأمور صعيبة، نحاولوا باش نتفاداوها في الأسبوعين هذوما اللي مازالوا من عمر البطولة. ومن بعد لكل حديث عندنا الوقت باش نخدموا للموسم الجاي إن شاء الله. باش هل نعرفوا شديناك شويه سي نبيل، اخر كيستيون من عند وليد الله هيشري موجود معنا. سي نبيل اول حاجه ربي يوفقك. يعيشك يا وليد، عايش ولدي، ربي يخليك. انا انت تحكي على التريبلي، ترجع اكسيانا. لا سهيل. حاضر 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 سي نبيل، حتى الكرش نحيناه. ماركي لي كانك البونت نتاع الاهلي بركة كدوب الديتونت هذيك يزي. ربي يفضلك ويبليك بالركلك مغلاله تاع خليل هذيك هكاو يزي. يا نبيل كدوب الديتونت هذيك يزي. يا نبيل يا نبيل تحلوه شوي، خلي لي شوي وقت مع شوي نحكي معاه. يا نبيل بديت بالركريتمون تاع الهجري انت. نعرف نعرفك بتقول ستوب. ايوا لي داي لا سي نبيل، انا منتفكر ومعناه عشت دي سوفنير حلوين برشا في السيزون هذيك اكسبسيونيل، اما ديما بالنسبه لي انا عندي دو دات اللي لتو مازلت محروق عليهم اون طونك سبورتيف، ومعناتها تقعد ديما في الفيكو. كنا وقت النجم ولا غالب نعملوا دو تشامبيونز ليغ دو سويت، وكنا حتى في الكوب دي موند كنت فكر ماتش برشلونه، حتى ما اللي فات نحكي انا واسكندر قلت له كان فما حاجه قعدت لي في قلبي اللي ما ربحناش السد وما لعبناش كونتر البرس. اما توا يا اونزون ديجا معناها تعديت الاولاد وحتى الناس اللي تسمع فينا ما في بالهمش اللي في وقت من الاوقات اللي ني داتاك اللي كانت في الترجي، معناها ايماجين انت ان جوور كوم ايهاب المساكني تكنيكمون لان دي بلو فور، ويوسف البليلي، هذوما زوز كانوا ما يلعبوش راهو عند سي نبيل دي تيتولير، في وجود يوسف ودراجي وابو عزي وفول ويانيك و... عاود شكون في وجود شكون؟ في وجود سي نبيل وفي لا وجود لا 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 يوسف المساكني يانيك نيانج وسام الدراجي وجدي ابو عزي افول قربي ومجدي و ايكومباني. دونك انا بالنسبه ليا اللي متاكد منه كونه سي نبيل عارف المجموعه اش فيها بوتونسييل، وان شاء الله معناها بالموجود واللي بالرونفور اللي باش يعملوا يلقى ان نويو كوستو اللي باش ينجم يبني عليه ويتركز عليه ويعمل به ان شاء الله نجاحات بالفيكو اللي صار له قبل وبالجديد معناها اللي عنده كافكار. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله الترجي معناها تتحسن مردودها في اقرب وقت مع سي نبيل معلول. ميرسي كريم يفضلك، ميرسي وليد اسكندر سي ريفا كريم، ميرسي بوكو، بون كونتينياسيون ان شاء الله. مازلنا ما كملناش. لا وخيط خلي غدو الكونفرنس دي بريس ان شاء الله. العصر فريز يا خويا نسمعوها هنا سير بلاص نهار الخميس الجاي ان شاء الله. لا جمعة الدربية هذيك هي مازال شو الدعوة نتاعي قايمة راهو كوتش يا اخي راني في القايلة هو توا بسخر شوية في بالك هذه اغرب في بالك هذه اغرب اغرب استضافة معناها قداش عاد صافي توا كاموا اموا بالضبط اموا واحنا نوخر لك كل ديزولي والله كل خميس نوخر وانت تعرف علاش نوخر وتعطيتني الحق قلت لك كل
كل مره راهو تيال اول كيب ناسيونال باش تلعب اول سبيروس باش تلعب وكل مره انا نتدخل راهو يأولوا كلامي ومنه ومنها هاك شفت معناها كلامي طلعت دونك الفرحه فرحتين نورمالمون عندك انت سنابيل تو انت عندك فرحه فرحتين نقولوا منه ومنه اليوم اجواء الفرحه اللي تعيش فيها في البرود هذه من هنا ومن هنا اي بابا بنشور واحد راجع لدار ومش فرحتين 10 فرحات هاي خلي كل شيء بالستر ان شاء الله بالتوفيق كابتن ميرسي عايشك يا عبدو ميرسي ان شاء الله ان شاء الله زينه يعطيك الصحه دونك رسميا كما تبعتوا معنا نبيل معلول يعود كمدرب جديد للترجي التونسي في الفتره ستمتد الى جوان 2024 كريم احتفاء بمدرب كبير بمدرب عنده بصمته بمدرب نجح كملاعبي بمدرب نجح كمدرب يعني وين مشى حتى البصمه نتاعه اليوم حسب رايك شنو المطلوب بمستوى عالي راهو نحكيه مع نبيل انه يخلي نبيل البصمه نتاعه وين يلزمها تكون في الترجي في المرحله الجايه والله بطبيعة الحال هو الاسم نبيل معلول مربوط بمعرفة للفريق بمعرفة لكرة قدم تونسية بطبيعة الحال كيف كيف زاد الإكزيجانس متاع جماهير الترجي وإدارة الترجي باش تكون أكبر لأنه ماناش في فترة يمكن نتعلمه أو في فترة معناتها أدابتاسيون من الأول وهلة في التمارين لازم يفهم مع ترجل ده مدرب عنده خبرة مدرب يعرف يتعامل مع الوضعيات السهلة والوضعيات زادة صعبة عبده وخاصة الصعبة لأنه سادموند معناتها برشة معناتها كيف يقولوا فيها استابيليتي وواحد يكون معناتها سير دلوي ويكومينيك زادة بطريقة زادة محترمة اللي تبعد الشكوك ونبي معلول يقوم بهذا معناتها بدرجة كبيرة معناتها فحسب رأيي اختيار معناتها في أوله صعب خليني نكون واضح لكن كل مدرب تحكي عليه المرحلة متاعه أكيد